تخيل تكتشف واحد النهار ان الام ديالك ماشي بديك الصوره المثاليه اللي رسمها في دماغك، وانت كتعى تكون الوحيد اللي تيكتشف عليها اشياء ما كيشرفوكش، ونهار توقف ضدها حتى شي حد ما غادي يصدقك ولا يجي في صفك، وهنا غادي تقلبوا الادوار، انت الشرير وهي البريئه. ولكن كلنا تنعرفوا انه ما كنقدروش نختار والدينا ولو كانوا ماشي داكشي اللي بغينا ولا تمنينا، ولكن شريعتنا الاسلاميه كتقول لنا وصاحبهما في الدنيا معروفه. ولكن السؤال العويص المطروح في حكايه صديقتنا الليلة، شنو ندير باش نرجعها لطريق الصواب؟ ما تمشيو فين وبقاو معنا باش تسمعوا تفاصيل حكايتنا الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. ما تنساش انك تفعل جرس القناه لتحت باش تكون من الاوائل اللي كيتوصلوا بالفيديوهات كيف كتحط. اذا كنتي جديد على قناتنا مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الجمله الشهيره الدار دارك. ودابا غادي نقول لكم لنبدا حكايتنا الليله قصيره، ولكن صاحبتها محتاجه لكل من سيسمع الى تفاصيلها. كتقول صاحبه الحكايه سناء اللي اختارت هذا الاسم كمستعار لها، هذه الحكايه وهالتفاصيل اقسم لكم بالله اذا عمرني ما شاركتهم مع شي حد في حياتي. نهار غادي نتزاد في مدينه، وداوني لعند جده اللي هي مت ماما فين كبرت معاها. ما كانش شي سبب علاش مشيت من غير انه ماما ما كانش قاده على المسؤوليه، وجداتي كانت كتطلب من والديا باش انها تربينا ليهم. ربات خويا اللي كبر مني ورجعاتو لماما، ومن بعد خذتني انا اللي تربيني. وانا تنكبر ديما تنقول جدة بغيت نعيش مع ماما. المهم من بعد 12 سنه فاش كنت فرضت كلمتي اختاريت باش انني نمشي نعيش مع والديا، رجعت لعندهم وكان معاهم خويا اللي كبر مني. فشخصيتي انا من النوع اللي بقشاشه وما كدوش عليا شي حاجه، حتى كنعرف منين وعلاش وكيفاش، وفوق هادشي كله كنلاحظ بزاف. من بعد عامين 3 سنين بديت كنلاحظ ونسمع ماما كتهضر في التليفون بواحد الطريقه اللي هي غريبه او نوعا ما طريقه مخيله للحياه. كل مره وشنو كنت كنسمع بحكم العمل ديال بابا اللي ما كانش جيبات معنا دائما بالليل، بعض المرات كتضربني فيقه وكنسمعها كتجمع وكتضحك غير بوحدها. بعض المرات كنهز ليها التليفون ديالها وكنلقى رسائل مكتوبين بواحد الطريقه ديال من خليل الخليله ديالو، اولا نلقى في الماسنجر ديالها بلي انها كتعرف على رجال وعندها الدنيا هانيه. نقدروا نسولو على الاب ديالي فين هو؟ لا ماشي مطلقين وما ماتش، بابا باقي في الحياه ومعنا في الدار. بابا هو واحد الانسان درويش بزاف وماشي من النوع اللي تيقلب شي حوايج اللي ماشي ديالو. عمر قلب التليفون ديال ماما ولا حتى قاسو، عمرو ما حصل عليها شي حاجه لا هو ولا خويا. فوق من هادشي كان ساكن معانا وسط الدار واحد خوها اللي هو خالي، تحد ما عمرو فيهم لاحظ شي حاجه، وهادشي قشعتو غير انا بوحدي. بعد المرات كيجيب لي الله بحيله راني غير كنتخايل ودماغي كيختار هادشي وبلي راه ماشي بصح. كنت ديما كنسمعها كدوي في التليفون، كنقلب تليفونها كنلقى رسائل، حتى ما بقيتش كنحملها وما بقاش عندي معاها نهائيا. حشومة نقول هاد الكلام على ماما، ولكن هذا هو كان الاحساس ديالي الحقيقي. ما بقاش كنهضر معاها ولا حتى نتسوق ليها لاني ما تقبلتش شنو كدير. هي كدوي معايا مزيان وانا ما كنتش كنجاوبها، ديما انا وياها ما نفهمينش. في الدار كانت يضرهم راسهم كيفاش انا وياها ما كنتلاقاوش ما كنتفاهموش، ديما كانوا كيشوفوا بلي انا اللي مني المشكل، انا اللي ما كندويش معاها ونجبدها بشي هضره، انا اللي كنجبد معاها المشاكل. ما كانوش عارفين بلي راني هزه في قلبي واحد السر اللي ما عارفاش كيفاش نبوح به ولا كيفاش هما غادي يتقبلوه. في نفس الوقت هي ما عارفاش بلي انا بنتها عرفت شنو كاين، انا فقط كنت كنتصرف معاها خايب على حسب الاحاسيس ديالي تجاه الفعيل ديالها. واحد النهار تناقشت انا وياها ونط صداع كبير. ماما انا ذاك كانت كتشرب دواء ديال الاعصاب، غير انا عصبتها ونط ضرباتني وبينا كانت تغاوتو وبقى فيا الحال. ما غادي يجي ما بين عيني وفراسي غير دوك الفعيل اللي كدير. كان تيبان ليا بابا مسكين اللي ما كيتحاسب معاها على والو، واللي جابها من خدمته كيحطها ليها، وفي خلصته هي اللي كتحكم ليه فيها، ما كيقول لها لا فين غاده ولا فين جايه. وفي نفس الوقت كان اب ديالي واحد الانسان اللي هو وقور. بابا الله يعمر هذا، ولكن ما قصرت من جهته بزاف الله يسمح ليها. هاد الصداع اللي ناض كان غير بيني وبينها، تعصبت وكان كلشي في الدار، ما حسيتش براسي حتى نط كنغوت وقلت لبابا. قلب ليها تليفونها قال لي علاش، قلت لي ما فراسك راها كتخونك وراني شفت كلشي بعيني وهادشي راه مش حال هادي. كنهضر وكنبكي وفيا السخفه وما قدرتش نخرج ديك الهضره من فمي، ولكن كانت بزز مني. تخيلوا والله ما تيقني، بقدرت الثقه اللي حاطها فيها والحب اللي كيبغيها ما تقنيش. ماما ديك الساعه غادي تشد التليفون ديالها وزدحاتو حتى تهرس قدامنا كاملين. وقبل ما دير هادشي والله بابا ما قالش ليها واش هاد الهضره ديال اسماء بصح ولا لا. هرست التليفون وقسمته على زوج، وحتى شي حد ما شك فيها ولا حتى حد تيقني.
دازت مدة طويلة ما كندويوش مع بعضنا. تخيلوا فاش كنت نكون غير انا وياها، كانت كتقول ليا هانتي ما صورتي والو، كلشي كذبك وتيقني انا. وهنا فين كانت كتزيد تبين ليا بلي انه لا، ماشي كنت كنتوهم ولكن راه داكشي حقيقي وراه بصح. كانت تقول ليا ندير اللي بغيت وندوي مع ما من بغيت، ماشي سوقك وما كيهمكش. ماما واحد النهار كانت كدوي مع واحد الخينه في الفيسبوك، وكانت قالت لي الاسم ديالها الحقيقي، وكانت كدوي معاه في ابل فيديو وهو تيعرفها في وجهها مزيان. كانت خينه ندخل الفيسبوك ديال ديك جارتنا اللي معروفه عندنا في الدرب بلي انها فاسده. كان ماما مشى لها داك الكونط وحتى التليفون ديالها. هاد خينا غادي يدخل لعند هذيك جارتنا وقال لها واش تقدري دوزي ليا فلانه جارتكم، ولا قولي لها راه سول فيك فلان، راني فقدتها وشحال هادي ما لقيتش فين انني نعاود نتواصل معها. ديك خيتي جارتنا غتقول هاد الكلام ماشي لماما، ولكن غادي تقولوا لينا كاملين. دخلت للدار وبسات في الصاله وقالت لماما راه سولني عليك فلان. هنا دغيا ماما رقزات وقالت انا ما تنعرف حتى شي واحد بهذا الاسم، يمكن اذا تلفت ليه مع شي وحده. مره اخرى خرجت منها سالكه بلا ما يعيق بها بابا، وبحيله كانه ما وقعت حتى شي حاجه. فاش كنت بيني وبينها قالت لي راه بابا قال لي يمكن الا اسماء هو مع من كان تيدوي، وهي تقول لي واش بصح انتيا قلتي لي سميتي فلانه على اساس انني قلت ليه الاسم ديال ماما، وهي تقول لي راه كلشي تقدري ديريه بواحد الاستهزاء بلي كتبين بلي هي مولات الفعله، وانا مأكدة مليون في المية انها هي اللي داوية معاه وبغات تلصقها فيا. كان الهم الوحيد انها هي تسلك منها، ما فكرتش لو كانت تيقها بابا ونوضت لي المشاكل. ما قدرتش نزيد معاها في ديك الدار ورجعت لعند جدة لمدينة واحدة اخرى حتى داز عام. ورغم هاد الشي كله ماما ماشي من هذاك النوع اللي هاملة ولادها او لما كتهتمش بينا او لما خلينا مخصوصين او لما كتفوت بابا، لا كانت دايره كلشي على اكمل وجه الا هاد النقطه اللي ما فهمتهاش. بعدا بابا ما كتفوتوش طاح في مشاكل ديال بصح، وكانت معاه راجل عمرها ما فاتو، كانت تحيد ذهبها وتبيعو على ودو. لما بابا كان غادي يغرق وسط مشاكل اللي ما عندهمش مخرج، كانت كتبكي عليه ودات عليه المستحيل، وانا هادشي هو اللي محيرني. كيفاش هي متشبته بي وفي نفس الوقت كدير هادشي من موراه؟ انا فاش مشيت عند جده بقات كتعطيني اهتمام ولو عن بعد، وكانت كتصرف عليا. من بعد سنه رجعت لعندها ورجعت علاقتنا مزيانه، وداكشي تنسى كانه عمره ما كان. وانا وقت ما صليت كنت كندعي الله، كنت كنصلي غير على قبلها باش يهديها الله. مده وانا عايشه وسط هاد الدوامه حتى تعقدت. تخيلوا باقا في سن المراهقه وهزه واحد الهم اللي هو كبر مني، حيت جمله واحده كانت كتجيني في راسي، بابا اذا حس الماما غادي يقتلها. والطمه الكبرى انه هادشي ما كانش محصور غير في التليفون، لا كانت كتلاقى وماشي غير بواحد ولا زوج، كانت كتعرف بزاف ديال الرجال ديال المدينه ديالنا، الرجال اللي بشلاغمهم. شي وحدين منهم باقا نعقل كانت كدير صدقه نهار الجمعه وتقول لينا ديو لفلان مسكين ياكل كسكسو في سبيل الله. انا بوحدي اللي كنت عارفه الحقيقه نتاع داك فلان اللي غادي نديو ليه هذاك كسكسو. تعقدت ديال بصح. شي بعض المرات تيجيب لي راسي بلي انه ماما ولات هكا بحكم انه فاش كانوا عايشين في واحد الدرب نتاع واحد المدينه قبل ما نتاد ما مزياناش. هذاك الدرب ما كانوش ساكنين فيه ناس اللي هما محترمين او لا عائله، كانوا فيه غير الزوافريه والفتيات اللي هما فاسدات او لا ديال الليل، اللي ماما كانت عندها علاقه بهم ولكن بابا عمرو ما نهاها، حيت كيبان لي بلي انه هي ماشي من هذا المستوى ديالهم ولا زعما غادي تقدر تتاثر بهم. كانت يشوفها في شكل وكانت تقول ليه راه تندير فيهم الخير، وكانت كطيب وتعطيهم. بابا ما كان تيدي ولا تيجيب في هذه العلاقه ديال ماما مع دوك البنات ديال الليل، خصوصا انه ماما عمرها شاركت في عائله مع شي وحده. داكشي اللي كانت تدير كان تيبقى بينها وبين راسها. كيف قلت لكم رجعت علاقتي مع ماما مزيان، ولكن ديما كنت نسمع وتنشوف التصاور اللي كانت كتصيفط وكانوا كيعصبوني، وما كنتش في واحد السن الذي يليق به انه يتحمل هذاك الامر. واخا هكا كنت نصبر حتى مرضت نفسيا، ما بقى يعجبني لا نخرج ولا نجلس مع الناس ولا ندير صحابات، كندور ندور نقول يا ربي هدي ماما. وصراحه ما كانت لا حرمانه ولا معديه علينا ولا حتى شي حاجه خايبه مدوزاها علينا. الحاجه الوحيده كيف قلت لكم اللي كانت فيها هي انا كانت كتفسد. انا بدوري عمرني ما تقت في شي حد باش نشارك معاه هذا الشيء. من بعد المده اللي تصرحت فيها مع ماما، بابا خرج من الخدمه ومبقاش في المغرب، وهذه 4 سنين باش مشى وعمره ما رجع، ولكن عمره ما نسانا ولا كانت ناقصانا شي حاجه ولا طلبنا شي حاجه وما وفرهاش لينا. واي حاجه صيفطها ليها هي ما مقصرش من جهتنا، كدير كل ما في جهدها باش اننا ما نلاحظوا والو. المهم فاش مشى غادي نتناقش معاه مره اخرى وغادي نتغنوا على شي حاجه بسيطه بزاف وما عندها حتى شي معنى. وصراحه انا من جديد بحال كنت كنقلب انني نجبد معاه صداع، حيت ما بقيتش كنقدر نصبر على داك الشيء ولا كيتصرت ليا. اذا هي ما دواتش معايا ما كندويش معاها، كرهتها لدرجه ما كتصورش، ولكن
واللي كانت فوق من خاطري. بابا فاش مشى كيف قلت لكم كنا تناقشنا غادي نعيط ليه، وبديت كنشكي عليه حيت يومين ماما ما باتش في الدار وبابا ما سايقش الخبر لهذا الشيء. وخويا وخالي كانت كتقول لهم انا غادا عند الناس عند واحد صاحبتي وهادي وهادي وهادي، حتى حد ما كيتحكم فيها. خويا ماشي من داك النوع اللي كيحكر اولا كيدخل في امورها، واخا كبير حتى حد فيهم ما قدر يعيق من غيري انا اللي عرفت باللي انا مشات تفسد وماشي مشات تبات عند صحاباتها. قلت لي اذا ما تيقتينيش انا بغيت غير نقول لك وصافي. طحتها للمره الثانيه، لحد الان حتى شي حد ما قدر يلاحظ شي حاجه. من عندي 12 سنه لدابا اللي عندي 20 سنه وانا كنعاني بوحدي. ديك اليومين اللي ما باتش في الدار والله ما نعست، كنت دوزتها غير بكا وكندعي الله يعفو عليها ويغفر ليها. فاش ناقشت انا وياها ناض ضربتني، وهي فاش كتعصب كتضرب باش ما كان في يديها. انا عاوتاني قلت لها نفس الهضره بلي انني عارفه كي كتخوني بابا وراني عارفه مشحال هادي. تخيلوا ضرباتني ونتفاتني وما خلات فيا، واللي شاف داك المشهد يقول بلي انا راني كذابه. دوات مع بابا قالت لي راه هي اللي كتكذب وما عرفش علاش كدير هكاك وكطيح عليا الباطل. فاش عاودت لبابا بطريقتي حسيت بيه بحيلة تيقني شويه حيتاش كان بعيد. وفاش قلت لي ديك اللقطه نتاع يومين ما باتش في الدار دخلوا الشك ودوا معاها قاصح، قالت لي اذا تيقتل بروشه ديال بنتك سير عندها والله يعاونك وطلقني، وانا راني ماشي بنت الحرام باش نكذب. كتحلف بالله وكتخرج في عينيها وبقات عليه في الكذوب. بابا مسكين بقى غير حاير ما عرف شكون يتيق، وبحكم انه بعيد علينا بزاف ما يقدرش يجي، ما عرفش كيفاش يتصرف ولا كيفاش يدير. غير قطعات معاه مره اخرى قالت لي شي اذا كنتي نتي خارجه للطريق انا راه بزاف عليك، وشي كلام ما تقولوش ام لبنتها. صبرت عاوتاني وعشت معاه في العذاب ما كنتهضروش سنين ديال الغدر من مورا بابا، ولكن راه ما كتفوتوش. والمشكل انه كتلعب لينا في جنابنا، كتلعب لينا مع ناس تنعرفوهم وعندها عادي كتبدا تمازح مع امالي الحوانت مع امالي الخضاره مع الرجال كيف ما كانوا. فاش كنلاحظ عليها وكندور فيها كتقول لي باش من حق غادي تهضري معايا راجلي وما كيتدخلش فيا، شكونتي كتسكتني وما كنلقى ما نقول. انا لحد الان باقي تنعاني من نفس الحاجه، لحد الان بابا ما كاينش، ولحد الان كدوي مع الرجال ماشي واحد ولا زوج ولا ثلاثه. لحد الان كنشوفها كتلاقى بشي اشخاص وهذا الشيء باقي مستمر. شنو ندير علما انني ما بقيتش قادره نصبر؟ راه بامكاني انني نشد دليل عليهم فضحه عند بابا. انا اليوم حكيت لكم حكايتي يمكن ما فيهاش العبره، ولكن محتاجاكم انكم ترشدوني تقولوا لي شنو ندير، واش نسكت ولا ندوي؟ نصحوني راني خفت اذا اختاريت انني نبقى ساكته ندي الذنوب في هذا الامر. وهذه هي حكايه اسماء. صراحه شخصيا عن ما سمعته من عند واحد الاستاذ وواحد الشيخ من جامعه الازهر انه اذا طحتي في هذا الموقف من الاحسن الستر، من الاحسن انك تستريها، ما خصناش نفضحوا شي حد تيدير هذا النوع ديال الذنب. واذا جاتك فرصه انك تكلمي معها في الموضوع تكلمي بادب ورحمه، ولكن ما تفضحيهاش. انسان مولانا سترو ما خصناش نفضحوه. حاولي انك تنصحيها تذكريها بمولانا المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه، سوليها كيفاش نقدر نعاونك باش انك تستقمي وتنجي راسك من هذه المصيبه. واذا ما نجحتيش انت يا اسماء انك تفيقيها من هادشي كدير اولا تخليها تتوب، ما عليك الا بالدعاء كيف كنتي كديري في الاول باش انه مولانا يرزقها بالعفه ويحميها من الغرائز ديالها وحتى من الشهوات ديالها، ولكن ما تفضحيهاش. صراحه هذا ماشي رايي كيف قلت لكم، ولكن رايي ديال عالم في الشريعه الاسلاميه. اذا عندكم انتم يا متابعين يا كرام شي راي او شي فكره اللي غادي تسلكها وتكون مزيانه، ما كرهتكمش انكم تخليوا لتحت تعليق الاسماء فيها كدعوا معاها او كدعوا مع الام ديالها او تعطوها شي حل مناسب للطرفين. دمتم في رعايه الله وحفظه، تلقاو في مقاريب. سلام سلام.